السلام عليكم اخواني. الان نعلمكم الطريقه الصحيحه والسليمه ولماذا يحتاج السرعه في عمل الايبوكسي. استاذ عماد، بالنسبه حق السرعه في عمل الايبوكسي، ايش الهدف منها؟ طبعا الايبوكسي له مده محدده وبعد كده بيتصلب، ما ينفعش تشتغل فيه بعد كده يفسد، فلازم سرعه. السرعه برضه سرعه بنظام الشغل، السرعه وان انا اتاثر عليه في شغله وكده. نعم. استاذ حفيظ من الجزائر، بالنسبه للاثنين ملي ثلاثه ملي، شو الهدف منها هذه؟ ليه ما عملنا بالرول على سمك 400 ميكرون؟ لا هذه عندنا هذا لي زونغار، هذا راح يدخلنا لي سيمي هنا، يدخلنا لي كلاك، لا شارج ما يتحملش، لا شارج يتنحى. وذوك علاش راه يخدم بسرعه؟ باش ما يتصلبش. والثانيه يخدم بالرول ديبيلدور، باش لي بيلدور هذا عندهم وقت. لازم السرعه وليست سرا. احسنت، السرعه وليست سرا. العمل متواصل كما هنا في المستودعات، عندنا فواصل هذه، يعني ما تخاف عليها، نعمل مربع مربع، يعني عندنا ان شاء الله حركه. شو الهدف من الفواصل هذه؟ الفواصل هذه للتمدد والتقلص، مثلا زلازل، مثلا تحرك الارض، حراره، اختلاف الحراره، اختلاف الوزن. ما يصير انكسار في ظروف الطقس. ظروف الطقس، التمدد والتقلص. لا كاين زلازل، كاين الأوزان الثقيلة. الأوزان الثقيلة اللي هي وزن الشاحنات ووزن الكرة. هنا بالعكس، داخل المربع، داخل المربع لازم نسويها بمعجون أيبوكسي، لافات أيبوكسي سبيسيال. نعم. يقصد هذا لازم ينحط عليه. تقصد هذا الشقوق اللي داخل المربع، الشقوق لازم يتوسعون ونعمل عليها معجون. بعدين ننزعه ونحط سيليكون هنا للتزيين. أحسنت. مؤسسة دهانات المرجان، المملكة العربية السعودية، الدمام 0566092883.